هل كنت تعلم أن حرق الصور من طقوس الاحتفال بالسنة الجديدة؟ الاحتفال برأس السنة عادة منتشرة عالمياً، وهناك بلدان تحتفل برأس السنة بطقوس قد يعتبرها البعض غريبة. اخترنا لكم في هذه الحلقة أغرب طرق الاحتفال في 6 دول مختلفة. الدنمارك. يحتفظ سكان الدنمارك بأواني فخارية غير صالحة للاستعمال، يقومون ليلة رأس السنة بتكسيرها أمام أبواب بيوت الأصدقاء والعائلة، وذلك لطرد النحس عن العام الجديد. الإكوادور. في الإكوادور يحرقون الصور الملتقطة خلال العام الآذن بالرحيل، وذلك مرتبط في اعتقادهم بحرق المخاوف والأرواح الشريرة. ولو كنت من سكان الإكوادور لاضطررت لحرق أزيد من 2000 صورة، فأنا ألتقط المئات منها يومياً. يرتدي سكان بعض دول أمريكا الجنوبية ملابس داخلية بألوان مختلفة، وذلك لجلب الحظ، الثروة، الحب وغيرها. فاللون الأحمر مرتبط بالحب، الذهبي بالثروة، أما الأبيض فيعني البحث عن راحة البال. تقرع الأجراس في اليابان 108 مرات، ويعتقد اليابانيون أن هذا العدد يخلصهم من شرور العام الماضي ويجلب الحظ الجيد. البيرو. يجتمع سكان البيرو في آخر يوم من شهر دجنبر ويبدأون بتبادل اللكمات، وهم يؤمنون بأن هذه العادة تخلصهم من الطاقة السلبية والأحزان المتراكمة لينطلقوا في عامهم الجديد بشكل أفضل وأكثر نجاحاً. نعم، بشكل أفضل. بوليفيا. وللبوليفيين أيضاً طقوسهم المميزة، فهم يصنعون قالب حلوى ويضعون ضمن مكوناته عملة نقدية، ومن تكن من نصيبه تلك العملة النقدية فسيكون الأكثر حظاً خلال العام الجديد، شريطة ألا يكسر أسنانه وهو يتناول الحلوى. فهل لديك طقوس خاصة للاحتفال بالعام الجديد؟